الالوان تمام. وبعد كده بقى بإذن الله نشوف بقى المحاضرة الجاية هنتكلم برضو فيها عن مجموعة بروتوكولز مستخدمة كانت بتعمل الوظيفة بتاعتها ازاي. خلاص طيب الوان ده عبارة عن ايه؟ انت اصلا من غير ما انا اقول انت هتحس اصلا اللي انا بشرحه ده كأنه تكرار بس على توسع سن. بالاخر يا محاضرة النهاردة ما تعتبرش جديدة. طيب الوقت لحد الان عشان ما رغبطكش انا اديتك كام بارت او كام حاجة. اول حاجة المقدمة بتاعت النتورك ودخلنا في النتورك وعرفنا التفاصيل على قد ما قدرنا in details صح كده. وانت طبعا شغال بقى العملي مع الباشمهندسة في السكشن ماشي. بعد كده دخلت لك في ايه؟ اتفقنا ان احنا في مرحلة البريزنتيشن كان في مشكلة خطيرة بتقابلنا اللي هي ايه؟ لازم نعمل عملية انكريبشن واحنا بنباصي ايه طب تمام كده وانكابسوليت. الانكريبشن ليه؟ عشان أمن البيان اللي منقول عبر الشبكة. يعني مع ذلك إن الشبكة دي بتكون مش مؤمنة في التاكرز أو هاكرز بيبدأوا يتلفوا الرسالة المرسلة. زي مثال بسيط خالص لما بيجي لك مثلا رسالة سبام، ما هو السبام ده ممكن تكون حاجة خطر مجرد ما تفتحها الهاكر بيحمل نفسه أو الفيروسات اللي احنا شايفينها على الأجهزة ما بتجي لك عبر شبكة الإنترنت. إزاي إن أنا أحمي نفسي من الفيروس إن أنا أحط مثلا إيه أنتي فيروس أو لآخره. فبدأنا ندخل في جزء عن الانكريبشن ماشي. طيب بعد كده بقى بدأنا ندخل في ايه؟ ها الراوتينج صح كده. الانترنت وركينج بقى بدأنا ندخل فيها في عملية الراوتينج. ازاي ان انا عندي رسالة عايز ابعتها انا هختار افضل مسار في الشبكة اللي هي بقى الكبيرة. والراوتينج يبقى اكيد وظيفة مين؟ الراوتر ده موجود فين؟ في انهي لير؟ في النتورك لير. طب بيعتمد على كام لير من السيفن لير؟ ثلاثة. فيزيكال داتا لينك نتورك. البيان بيجي لحد عنده يعمل انكابسوليت عشان يفهم وكان رايح لراوتر مين ويبدا يفهم من الايه من الهيدر بتاع الرساله هو انت عندك اصلا رايح لايه لاي بي ادرس مين الديستنيشن مين. يبدا من الديستنيشن يعمل ايه يبحث عنده في الراوتنج تيبل عن افضل راوتر اخر هيبصيل. يبقى هنا الرساله بتمشي ستيب باي ستيب عبر الراوترز ولا لا بتمشي وكل انتقاله من راوتر للاخر اسمها هاب. وده كان ماتريسيز من ضمن الماتريسيز اللي كنا بنقيس بيها صح. طيب عمليه الراوتنج بتتم ازاي؟ الراوتنج تيبل ده بيتكون ازاي؟ ما الراوتنج تيبل ده هو ده المخ بتاع الراوتر بمعنى صح مهندل جواه مين الماب بتاعه الراوتر جواه كل الطرق الممكنه بس في افضل حالتها. قال لك والله الراوتر ده لما يكون متوصل بيه شبكات لان هو اوتوماتيك بيقوم عامل ايه معرفها جواه تمام كده. طب هو لا ده اللي هو الحاجات الدايركتلي. طب الريموت دي لازم احنا اللي ايه بنعرفها له جوه الراوتنج تيبل. طب التعريف ده بيكون اوتوماتيك ولا استاتيك يعني دايناميك ولا استاتيك. بدانا نخش في قصه تانية في حاجه اسمها استاتيك راوتنج وفي حاجه اسمها دايناميك راوت. الاستاتيك راوتنج ده بيتم ازاي؟ انا اللي ببدا ابرمج واعرف ده ان ده استاتيك بعرفه لمين للراوتر. واكيد الباشمهندسه عملت الكونفيجريشن بتاع الراوتر قدامكم وعرفتك ازاي ان انا اوصل شبكتين ببعض او لاخره. خلاص كده يا شباب. طب بعد كده بقى الحاجات الريموت اللي انا عايز اعرفها بشكل دايناميك. دايناميك اوتوماتيك يبقى لازم في حاجه بتحكم في رول. ايه الرول بقى اللي احنا اتفقنا عليها اسمها ايه في الشبكات؟ بروتوكولز. خلاص البروتوكولز ديت بقى يا باشمهندسين هي اللي بتحط لي اوتوماتيك. قال لك في نوعين برضو ليه ان انا اكون الايه الراوتنج تيبل عند الراوتر. في طريقه اسمها الديستانس لينك الديستانس فيكتور وفي حاجه اسمها اللينك ستيت. الديستانس فيكتور بقى ها الديستانس فيكتور دوت بيعتمد على ايه كلمتين اللي هو عايز يحدد الديستانس وايه الدايركشن اللي انا اتوجه ليه. يعني انا عندي راوتر في النص وفي شويه راوترز هنا وشويه راوترز هنا عشان اروح لمين للديستنيشن امشي من هنا ولا من هنا. حد يحدد لي امشي من انهي اتجاه حسب عدد الهابس الاقل. يبقى ايه النمبر اوف هابس هو ده المتريسيز بتاعي اعتمادا على بروتوكول اسمه الار اي بي. طب اللينك ستيت قال لي لا هنا بيعتمد على حاجه اسمها الاو اس بي واف وده عباره عن ايه اللينك ستيت. قال اللينك ستيت بيختلف عن الديستنس فيكتور في حاجه. اللينك ستيت لازم بيرسم ماب لكل الشبكه كامله كومبليت عنده كومبليت فيجواليزيتي للشبكه ان انا شايف كل الروتس اللي عندي وببدا اختار منها البيست باسس مره واحده جوه الراوتنج تيبل مش كل شويه يقعد يحدث.
لكن الديستنس فيكتور قال لك هو اول مره بس شويه الايه الروتس اللي متوصله بيه بيحطه وكل شويه بيحدثوا نفسه. فهو كل بريودك تايم اللي بيحصل الراوترز اللي حواليه يقعدوا يبعتوا ايه اشارات عشان هو يختار منها افضل مسار حالي. يبقى اصبح الطريق ده زي ما له مميزات كان ليه عيوب، عشان كده قارنا ما بين الطريقتين اللينك ستيت والديستنس فيكتور، وعرفنا مجموعة البروتوكولات المستخدمة هنا ومستخدمة هنا. بس كان في مفهوم خطير كان لازم نعرفه. ايه هو المفهوم الخطير؟ الاوتونيموس سيستم. ليه؟ يعني انا في مصر، واحد في اخر القارة خالص او في قارة تانية، شبكات كتير ما بيننا. طب ازاي الراوتر هيقدر يتعرف على الشبكات دي كلها؟ قال لك احنا قسمنا كل منطقه كده اسمها اوتونوموس سيستم في بروتوكولز داخليه بتربط الراوترز مع بعضه، وفي بروتوكولز ان بتوين ما بين الاوتونوموس سيستم بتربط الشبكات من بره مع بعضها. هو ده اللي احنا اخدناه لحد دلوقتي في الراوتينج. تمام يا شباب؟ بالديتيلز بقى موجوده معانا في السلايد. في متريسيز كانت بتقيس النمبر اوف هوبس، بس كان لها عيب. ايه هو؟ لو اكتر من ما لو متساويين بنختار اي مسار ما فيش مشكله. لو اكتر من 15 الراوتر الحالي ما يقدرش يشوف الراوتر غير اقصى حاجه ممكن يشوفها الراوتر رقم 15، ما يقدرش يشوف حاجه تانية. وصلت؟ فبالتالي السكيلابيلتي بتاعته مش عاليه. في بقى حاجه زي الباندويتس، في حاجه زي الكوست، في حاجه زي اللود، صح؟ بس انا قلت لك على حاجه مهمه قوي، دايما الفاليو بتاعت المتريسيز كل ما قلت، يعني مثلا النمبر اوف هوبس لو لقيته في مسار اقل من مسار تاني اختار له الاقل. يبقى المتريسيز كل ما قلت الكوست الباندويتس. بالمناسبه لو انا حطيت لك قيم على الخطوط اللي هي اللينكات اللي ما بين الراوترز دي، معناها ان انا بقيس الباندويتس ولا النمبر اوف هوبس؟ الباندويتس. طب كل ما التوتال باندويتس فاليو اللي على المسار اللي هو المتريسيز بتاعتي دي لو كانت اقل من مسار اخر اختار مين؟ ها؟ الاقل. وقال لك لو في اتنين زي بعض ممكن اقسم الرساله عليه لود بالانس، صح؟ طب افرضهم يا باشمهندسين دلوقتي ان انا عندي اصلا تو متريسيز مختلفين، هينفع؟ طب انا ماشي، يعني ايه زي ايه مثلا؟ انا عايزه كيلو رز، في واحد تاني عايز كيلو مكرونه. هو الرز ده كيلو وده كيلو، بس هل الرز من نفس قيمة المكرونة؟ ينفع اقيس حاجتين من نوعيتين مختلفين؟ ينفع اشوف تو متريسيز بيقيسولي مختلفين؟ قال لك طب انا بقى بفصل انهي واحد افضل من التاني عن طريق حاجة اسمها ادمنستريتور، تمام؟ لما كان في قيمة قلنا القيمة دي كل ما بتقل يبقى معناها هو اللي اهم من التاني. لما اتفقنا ان الار اي بي ليه قيمة مختلفة عن البروتوكول بتاع الاو اس بي اف، مختلف عن الاستاتيك، فكل ما القيمه قلت كل ما معناها برضو ان البروتوكول ده هو طريقه اهم من البروتوكول الاخر، حتى ولو الاخر المتريسيز اللي فيه مالها قيمتها كويسه. ده اللي احنا قلناه المحاضره اللي فاتت. المحاضره بتاعت النهارده بقى قال لك رايحين نتكلم عن بارت تاني خالص بقى غير الراوتنج. الراوتنج خلاص عرفناه جوه بقيه الشبكات والكلام ده كله. ايه هي الوان؟ انتوا عارفينها وفي نفس الوقت برضو اقراوها من على السلايد. يعني ايه الوان؟ ها هي عباره عن كوميونيكيشن نتورك، شبكه اتصال بتسمح لايه بقى؟ ها لللانز ان هي تتواصل مع بعضها عبر ايه بقى؟ جيوغرافيكال سكوب. يعني ايه؟ يعني هي اوسع من اللان، شبكه اتصال ولكن اوسع من اللان، ودي انا وانتوا قلتوا احنا عارفين، تمام؟ عشان كده قال الوان بتسمح للترانسميشن اوف داتا اكروس جريتر جيرفك ديستانس. يعني ايه؟ تقدر البيان يتنقل لاماكن اكبر، لانه في الواقع الوان بتربط مجموعه لانز مع بعضهم، واللان اصلا مكوناتها عباره عن ايه؟ مجموعه اجهزه ومجموعه ديفايسز اللي هي كمبيوترز، وديفايسز برضو اللي هي نتورك ديفايسز اللي بتربط الاجهزه مع بعضها البعض. مثال عندي اهو الوان عندي اهيت مثال ان دي الوان اهي، وادي اللان، تمام كده؟ وعلشان اوصل لاي جهاز اخر في شبكه اخرى الوان عندي هنا هو اللي بيربط الوانز مع اللانز مع بعضها البعض. طب ايه هي الخصائص بتاعه الوان؟
كاركترستيك بتاعتها. في كاركترستيك احنا لسه قايلينها حالا، ايه هي؟ اقراوا اللي مكتوب اهو فوق معايا واقرا. الموضوع بسيط، اعطيكم النهارده تلاقوها زي ريفيجن. ها قال لي ايه؟ الواي جنرالي كونكت ديفايسز ذات سيبريتد باي بورد جرافيكال اريا، يعني موجوده على مكان كبير صح، يعني موجوده في لينز مختلفه وانا بقدر اربطهم مع بعض، لسه قايلين. طب تاني نقطه، يوز سيرفيس اوف كارير، يعني ايه كارير بقى؟ ها حامل الاشاره، الاشاره دي بتتنقل كده وخلاص بين الاجهزه ولا في حاجه بتحمل الاشاره؟ كنا خدنا حاجتين لو نفتكر. ممكن الاشاره تتنقل عبر ايه؟ على فكره عطاها لي ايه؟ ها ها ممكن وايرد او واير، صح كده ماشي، بس ممكن من خلال ايه كمان؟ ها عليكم السلام. كابلات التليفون اللي هي الانالوج والايه والديجيتال صح، كابلات التليفون انالوج ولا ديجيتال؟ انالوج صح كده ولا ايه؟ تمام. ففي كارير حامل حسب الاشاره اللي منقوله اقدر ان انا انقل البيانات عليها. طب ايه كمان؟ بيستخدم السيريال كونكشن اوف فيريس تايبس. طب السيريال لو نفتكر بقى نرجع سنه لورا، قلت لك الراوتر فيه سلوتس كم نوع؟ اللي هما الفاست ايثرنت عشان يوصل اللانز ببعضها، السيريال عشان يوصل راوتر بالاه يعني شبكه بشبكه، كنا عارفين اشكالهم خط مستقيم او خط مايل كده يبقى ده السيريال صح كده، والسلوتس بيبقى لها ارقام. ايه كمان؟ سلوتس خاصه بالكونفيجريشن على جهاز الكمبيوتر صح ولا ايه يا باشمهندسين؟ قال لك هنا اهو ممكن ان هو يتبع ايه؟ سيريال، سيريال كونكشن اوف فيريس تايب تو بروفايد اكسس تو باندويتس اوفر لارج جرافيك اريا. طيب سؤال بقى يا باشمهندسين بس مهم قوي قوي عايزه اوضحه لك، ليه انتقال البيانات من راوتر للاخر بيكون عبر سيريال كابل مش بارلل، وايه الفرق ما بين سيريال وبين بارلل؟ يعني ايه بيان يمشي سيريال ويعني ايه بيان يمشي بارلل؟ عندي بيان اهو، البيان اهو عشان يمشي في كابل واحد ده كده ماشي سيريال. طب لو بارلل خد كل واحد ماشيه في سلك مثلا، ما هم ماشيين بارلل، ده اسرع من ده، البارلل اسرع من مين؟ بس ليه عيوب، ايه هي بقى؟ ايه ده السبب اللي خلاهم ما يختاروش البارلل، يختاروا مين؟ السيريال. قال لك في عيبين خطرين، اول عيب في في البارل حاجه اسمها الكلوك اسكيوا وحاجه اسمها الكروستاك، يبقى ده لعبه كلوك وحاجه اسمها الكروس تاك، يعني ايه بقى دي؟ معناها سؤال، هي البيانات دي مش ده سلك سلوك مشى هنا وده مشى هنا وده مشى هنا وده هنا، هل دول هيوصلوا في نفس الميعاد؟ ديلي، يبقى ده عيبه ان هو بيسبب. طب سؤال تاني، هي الكابلات دي مش كابلات الاشاره جواها ماشيه بشكل ممغنط، اشاره مغناطيسيه؟ طيب المغناطه دي مش معناها ممكن البيان يجي هنا ويرجع ده يجي هنا وتبديل في البيانات؟ يبقى اذا حصل برضه تداخل في مين؟ في البيانات، فوصلت بشكل خطا، ده عيب البارلل، رغم ان البارلل اسرع من السيريال بس السيريال ادق من البارلل. ما هو عشان كده هم اختاروا السيريال، هنا اختاروا السيريال ما اختاروش البارلل. طب ليه بقى الوان اساسيه او مهمه؟ ايه وظائف الوان؟ الوان بتعمل ايه؟ شير للداتا صح؟ هو انا اقدر ان انا اشير اي بيانات غير من خلال شبكه الوان؟ تمام. ايه كمان؟ ماشي، بس كمان ممكن ان هي تكون بتربط منظمات ايه ببعضها، بمعنى هو انا ممكن يكون عندي برانشز كتير للمنظمه ولا لا؟ شركه لها برانشز في اماكن كتير، اقدر ان انا اعمل اكسس من وانا في المنصوره على الاكونت مثلا معين وهو مثلا في بلد تانية خالص، افرض انا عامله شركه في اي دوله غير مصر، ولا لازم اركب اروح؟
صح ولا ايه؟ ما هو اكيد الاي بيهات هناك مختلف عني، يبقى اكيد ليه اقدر من وانا هنا ادخل اعمل اكسس. ده بيسمح لي كده ولا لا؟ تمام. طيب ايه كمان؟ employee who travel on company business frequently need to access ايه بقى؟ information. يعني الموظفين نفسهم ممكن يحتاجوا هما يدخلوا على الشبكة، برضو مسمح لهم ان هما يدخلوا. طيب سؤال بقى يا باشمهندسين، احنا عمالين نقول وين 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 وين، احنا لما كنا على راوتنج 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 اتكلمنا عن وظيفتها مين؟ الراوتر. لما جينا نمثل الراوتر قلنا بيتمثل في كام لير؟ في 7 لير، 3. طيب الوان كمان ليها تمثيل بالنسبه لل 7 لير فين؟ انا قلت الراوتر كام اللي هما الداتا لينك والنتورك. ليه النتورك؟ اصل الراوتر بيستقبل عشان يعمل توجيه، فبيستقبل الداتا عشان يعمل لها دي كابسوليت ويفهم الاي بي ادرس. الاي بي ادرس موجود فين؟ في النتورك لاير عشان يوجه صح. طب الوان؟ الوان نقل بيان، بيان عبر كابل، يبقى اخر لير اسمها فيزيكال عشان هي اللي بتوفر لي مين؟ الكابلات. طب مين اللي بيمانج البيان وهو رايح يتنقل؟ بروتوكولز اللي بتنظم نقل البيانات، الداتا لينك لير. يبقى محتاج كام لير؟ 2. وصلت يا شباب؟ تمام. اللي بيحصل كالاتي، انا في شبكه الوان، شبكه الوان رايح انقل بيان لشبكه تانية، وادي التو لير اهم. اول حاجه البيان هيروح للداتا لينك مين؟ لير، عشان البروتوكول ده هو اللي بينظم شكل مين؟ الداتا، ويعمل لها انكابسوليت عشان بعد كده عايز يوفر مين بقى؟ كابل. الكابل ده هو اللي هينقل البيان، يقوم يتم استقباله فين؟ ما هو برضه من خلال الكابل اللي هنا الفيزيكال لير، تقوم الفيزيكال لير مطلعاه فين؟ للداتا لينك. ايه اللي يحصل؟ عمليه الدي دي كابسوليت عشان يفهم البيان يوصله لفين؟ جوه الشبكه. يبقى الراوتر، يبقى الالوان نفسها متمثله عندي في كام بتاع ده، في كام لير؟ تو ليرز. اللير اللي تحت اللي هي الفيزيكال مسؤوله عن الميديا، والميديا دي طبعا زي ما اتفقنا بتنقل البيانات لا اما انالوج لا اما ديجيتال. اللي مسؤول بقى عن تنظيم البيان البروتوكولز المقدمه من مين؟ والداتا لينك لير. خلاص كده يا شباب؟ تمام. ده كله كلام في نفس الايه القصه دي. خلاص ده طبعا امثله السمول اوفيس، ده شكلها اهو. بعد كده الكامبس شكلها بيكون ازاي، اكتر من حاجه متوصله. اما بالنسبه للبرانش هو الاساس هنا السنترال اوفيس وفي برانشز. طب الوان برضو ممكن تكون بتعمل ايه؟ بتجمع شبكات في اماكن بقى مش جنب بعضها. يعني مثلا ايه المثال اللي فات ده اللي هو البرانشز، معناه ايه؟ ان مثلا زي مثلا ايه، خلينا في اي حاجه زي مترو، محل مترو، نعتبر ان ده فرع وفي شبكه موصلهم كلهم ببعض، في واحد هنا وفي واحد مش عارف في مكان فلان، في هو برانشز صح بس في نفس المنطقه ولا لا؟ افرض بقى ان هو ليه مثلا فرع في السعوديه، زي مثلا ايه بنشوف على طريق المحله كده كارفور. كارفور ده على فكره مول كبير جدا جدا مشهور في السعوديه، فممكن يكون ده تبعه ويكون في لينك بينهم. فدي السكيل ماله، السكيل بتاع التواصل ما بين الفرعين كبير، فبرضه بيمكنني ان هو يتواصل مع بعضها البعض. الكلام اللي انا قلت لك من شويه هو اللي موجود هنا اهو، ان الالوان بتتمثل في كام لير؟ 2، اللي هي مين بقى؟ ها الفيزيكال والداتا لينك. ايه وظيفه الفيزيكال؟ ان هي بتوفر للميديا اللي هي بتنقل البيان في شكل انالوج او ديجيتال. اما الايه اللير 2 فديت مسؤوله عن توفير مين بقى؟ البروتوكولز المنظمه. طيب البروتوكولز ديت متمثله في ايه؟ قال له هو البروتوكولز ديفاين هاو داتا از انكابسوليتد فور ترانسميشن توورد ا ريموت لوكيشن اند ذا ميشينيزم فور ترانسفيرنج ذا ريزلتنج فريمز، اللي هي الفريمز المنتقله. طب زي ايه؟ قال لي حاجه ديت بقى اسامي البروتوكولز. في بروتوكول اسمه فريم ايه؟ ريلي، وفي بروتوكول اسمه الاي تي ام، وفي حاجه اسمها بروتوكولز هاي ليفل داتا لينك كنترول. دي كلها بروتوكولز لسه هناخدها بالتفصيل او هنعرف مكانها فين بالظبط.
طيب بعد كده بقى التاكسونومي ديت مهمه جدا. اللان كونكتيفيتي، ايه اللي بيوصل اللان كونكتيفيتي ببعضها؟ دي كونكتيفيتي ديفايسز، دي اي في دي ديفايسز، تمام. في كونكتيفيتي تشانل، وفي لينكينج تكنولوجي. اكيد الاثنين الاولانيين احنا عارفينهم. ايه بقى الكونكتيفيتي ديفايسز؟ خدناها قبل كده، الديفايسز اللي بتمكن الاجهزه ان هي ترتبط مع بعضها البعض في الشبكه. هل دي فيها مشكله يا باشمهندسين؟ تمام. طب ايه بقى الاكتيفيتي تشانل؟ التشانل ديت اللي بتقدمها لي مين؟ الفيزيكال لاير. التشانل يبقى هتنقل البيان بشكل مين؟ او انالوج. طيب انواع الديجيتال ايه؟ تي واحد يعني ايه؟ كانها بيت باي بيت. اما الانالوج قد تكون على هيئه ايه؟ ويفز، راديو، او ديل اب اللي هي عن طريق خطوط التليفون، او ليز دي ايه؟ لاين عن طريق اللي هو الاوبتيكال فايبر. تمام كده يا شباب، موجات او حاجه انالوج او كذا. اللينكينج تكنولوجي دي بقى، وهي دي الكور بتاع الجزء بتاعنا اللي احنا رايحين نتكلم فيه، عباره عن ايه بقى؟ اهو قال لي والله هنا التواصل بيكون من خلال مجموعه البروتوكولات دي، بوينت تو بوينت، الاي دي اس ال، الليزد لاين، الاي اس دي ان، الاكس 25، الفريم لاي، وهكذا الى اخره. طيب تمام. قبل ما ادخل بس يا باشمهندسين للكلام ده هوت، انا عايزه اعرف منكم بعض الديفينيشنز المهم. ايه الفرق ما بين الفريم جوه اللان والفريم وان؟ انا قلت لك دلوقتي ان ايه في الاكزامبل اللي فات ده، قلت لك ان جوه الداتا لينك لاير حاجه اسمها الايه، عشان ينقل مين؟ ترانسفيرنج ريزلتنج مين؟ فريم، صح. ايه بقى الفريم اللي كان جوه الوان اللان، وايه بقى الفريم اللي هو بره اللان يعني تبع الوان؟ خدنا كلمه فريم ده قبل كده. اللان اكيد جوه مين؟ هو ده بروتوكول بينظم نقل البيانات جوه مين؟ الشبكه بتاعت اللان. طيب الوان، ها بره بين الشبكات، تمام، بس بره عند مين بقى؟ عند انهي لير؟ ها اهي كلمه فريم لير، ريلي، هندسه لينك لير، خلاص. طب ايه الفرق، ايه الفرق ما بين انترانت واكسترانت وانترنت سمول وانترنت كابيتال وانترنت وركينج؟ هكتبهم لك على السبورة. اكسترانت، انترانت، انترنت، انترنت بس كابيتال، انترنت وركينج. انترانت اكيد حاجه ملهاش دعوه بالانترنت، حاجه معزوله، هي لان، لان من الديفايسز، لان يبقى جواها انترنت وركينج ديفايسز جوه ولا لا؟ بس هي مش مرتبطه بمين؟ بشبكه الانترنت، معزوله عن شبكه الانترنت. برايفت. برايفت، ايوه برايفت. طب اكسترانت عكس البرايفت، هي لان بس متوصله بمين؟ ما هي كلمه ايه؟ انترا وإك، حتى كلمه ايه؟ انترير واكست اللي كنا اكسترير اللي هي ما بين الاوتونوموس سيستم. انا فكرتكم هتلمحوها من دي، انترا واكسترا هي لان من الديفايسز بس نوت كونكتد ويز انترنت، لكن الاكسترا نت ها متوصله بالانترنت. يعني ممكن نعتبر ان الاكسترا نت لان متوصله بشبكه الانترنت ان هي تعتبر برانش من الانترنت وركينج. طيب مفهوم الانترنت احنا عارفينه كلنا،
مجموعه لانز بتوصلها عبر شبكه الانترنت. طب انترانت، انت انترنت بس انترنت الاي كابيتال، انترناشونال نتورك. شفت شفت الكابيتال ديت فرقت عن السمول، خدنا بالنا؟ انترنت اللي تحت ديت انترناشونال نتورك. دايما يا باشمهندسين الحاجه اللي تبدا بحرف كابيتال بيكون ليها يعني رمز، يعني مثلا اما بنيجي نسمي كلمه ايه مثلا انسمبل تكنيك يقول لك سميها اي تي، الرمز الاولاني الحرف الاولاني بناخده ايه كابيتال، بس هو خد الشق الاولاني على بعضه. انترناشونال نتورك يعني شبكه ايه، شبكه عالميه خلاص، بس الانترنت هي هياها الانترنت وركينج. طيب تمام، بالنسبه بقى للانترنت وركينج تكنولوجي اللي هي النقطه اللي فاتت ده، اسفل اللي جت ده اللي هي اللينكينج، مين لينكينج ايه تكنولوجي. ايه بقى الانترنت وركينج تكنولوجي؟ في تكنولوجيز بتعمل لينكينج جوه الوان او للوان بشكل بابليك، وفي تكنولوجيز بتعمل الكونكشن ده بشكل عكس البابليك برايفت خلاص. طيب ايه بقى البابليك وايه البرايفت؟ يبقى انا عندي تقنيه التوصيل للشبكات بتكون برايفت وبتكون بابليك، تمام. انا هشرح لك ده عشان هتلاقيها في السلايد اللي جاي، فقصدت اكتبها في ورقه الاول. البرايفت معناها ايه والبابليك معناها ايه؟ هي اكيد شبكه، اكيد شبكه. طب لسه قايلك الديفينيشن بتاعها اسمه ايه؟ لسه قايلاه الانترا. طب بابليك يعني متوصله او الانترنت ورك، صح ولا ايه؟ طب ايه بقى اللي مستخدم هنا وايه اللي مستخدم هنا؟ قال لك البرايفت، البرايفت بيستخدم معاه البوينت تو بوينت، وده بيكون اسمه ديكيتد. يعني ايه ديكيتد؟ ها ما هو بوينت تو بوينت، يعني ايه؟ نقطه متوصله بالنقطه الثانيه او عن طريق السويتش. السويتش هنا بقى بيعتمد على ايه؟ بيحتاج عندي برايفت انفراستراكشر. يعني ايه انفراستراكشر؟ ها بنيه بس تكون نوعها ايه؟ برايفت. طب البوينت تو بوينت بقى برايفت ولا بابليك؟ ها برايفت برضو بوينت تو بوينت. بوينت تو بوينت من الاخر اللي هو الديكليكيتد ده، ديكليكيتد ديكليكيتد ده قال لك ان انا عندي شبكتين متوصلين ببعض، هو اللي بيمكن نقطه لنقطه كان يتوصل ببعضها خلاص. طب هنا بقى السويتشنج عن طريق نوعين كده من السويتش قلناهم، ها الباكت سويتش والسيركت سويتش اهو. قال لي هنا البوينت تو بوينت لينكينج تمام بيكون من خلال كابل مخصوص، هنا بيكون من خلال الباكت سويتش او السيركت سويتش، تمام كده يا باشمهندسين؟ ها عن طريق الباكت و طب حد يعرف الفرق بينهم؟ ها صح ولا ايه؟ السيركت بيحتاج زي كابل التليفون صح ولا ايه؟ طيب قال لي بقى انواع البروتوكولز المستخدمه ايه؟ قال لي يا باشمهندسين اول نقطه وديت هختم بيها محاضره النهارده اللي هو البوينت تو بوينت، هكتفي بيه النهارده بس الباقيين دول هاخدهم المحاضره الجايه، انا لسه هنا في البابليك ماشي. قال لي السيركت سويتش في النوع اللي انا كنت لسه كاتبه لك اكس 25، في كمان الفريم ريلي، في هنا الفريم ريلي، في ايه كمان؟ في الاي تي ام. يبقى دول تلات انواع لمين؟ للسيركت سويتش. طيب بعد كده بقى الباكت سويتش، ها في بروتوكول اسمه بي اس تي ان، وهناخد اختصار المره الجايه بشرحه كامل، الاي اس دي ان.
طيب انت كل يوم بتتكلميني في البرايفت، طب بالنسبه للبابليك، قال لي البابليك دوت بيبقى من خلال مين بقى؟ التوصيل عبر شبكه مين؟ الانترنت. تمام. طب هل لي مميزات ان انا بوصل عبر شبكه الانترنت؟ انت لو بتعمل مكالمه تليفون بفلوس ولا ببلاش؟ لو بتتكلم على الواتساب هي فلوس يعني؟ لا انت دفعت خلاص يعني، انت اشتراك نت دي ماشي تعتبر، بس يعني تعتبر لحد ما التكلفه بالنسبه لك اقل. طب السكيورتي ها اعلى؟ لا متعرضه. يبقى ده عيب، يبقى الميزه الكوست بس السكيورتي ضعيف، صح ولا ايه يا شباب؟ طيب ده بقى السكيورتي عشان احلها، حل مشكلتها واتغلب على هذا العيب، بستخدم حاجه اسمها الفيرجوال برايفت نتورك. استخدم ايه بقى؟ ها الفيرجوال ها ها برايفت نتورك وده تالت ليبر هناخده النهارده. عايزك تعرف لي يعني ايه فيرجوال برايفت نتورك وايه علاقته او مقارنه بينه وبين الويب. مش انا بقول السكيورتي بحماها عن طريق مين؟ فيرجوال برايفت نتورك، وعندي حاجه اسمها الويب، الويب ده اللي هو الانترنت صح؟ انا عايز اعرف بقى ايه الفرق بينهم او المقارنه ما بينهم. خلاص؟ طيب مقارنه، مقارنه بينهم، ايه الفرق بينهم؟ ريبورت، ريبورت. طيب النهارده بقى هناخد بس اخر سلايد خلاص عن مين؟ عن البوينت تو بوينت. المره الجايه هناخد مين؟ الخمسه بروتوكولز دول بالتفصيل، ايه الديفينيشنز اللي بينهم او ايه المقارنه بينهم اللي هما بيندمجوا بيندرجوا تحت ايه؟ ها والباكت والسويتش اصلا الهدف كان منهم ايه؟ انا بقول لك ايه اللينكينج تكنولوجي اللي ممكن تستخدم، صنفناهم يبقى تاني وانا في الوان في لينكينج تكنولوجي، طرق لللينكينج ما بين الاجهزه. الطرق دي قد تكون وقد تكون البرايفت اللي هي بتكون ديكليكيتد او سويتشنج. الديكليكيتد اللي هي عن طريق البوينت، ودي اللي هتكلم عنها دلوقتي، لها كابلات مخصوصه. انا هكلمك بقى عن مواصفات الكابلات وتقدر تحسب لي ازاي كميه البيانات اللي اتنقل. السويتش اخدناها قبل كده، اسمها باكت سويتش وسيركت. ايه البروتوكولز المستخدمه مع السيركت؟ ايه البروتوكولز المستخدمه مع الباكت؟ الباكت معايا اتنين، السيركت معاه تلات ايه؟ بروتوكولز. هنتكلم عن البروتوكولز وظيفتهم ايه وبيعملوا ايه. بعد كده بقى البابليك عندي عن طريق الانترنت، الميزه اللي فيه الكوست، العيب السكيورتي، بحلها عن طريق الفيرجوال برايفت نتورك. وفي كمان عايز اعرف الفرق بينها وبين الويب. طيب تمام. اتفضلي. هي اخر ايامنا، هي اخر حاجه اصلا وتقدروا تتفضلوا كلكم. عايز تستاذني انت استاذني مفيش مشكله. لا لا عادي. دي بقى ده الشرح اللي انا شرحته عشان بس ما اطولش، ده في السلايد، هو ده الشرح اللي انا عمال اشرحه من ساعتها. خلاص عمليه الانكابسوليت بتتم ازاي؟ طب الباكت سويتش جواه ايه؟ طب النوعين برايفت وبابليك، اوتوكا هتبان في شرط بس انا قصدت اكتبها لك ايه؟ على السبوره الاول. طيب تمام. هنا بقى البوينت تو بوينت اهو، البوينت تو بوينت بيقول لي ايه؟ بيقول لي ذا موست بيزك لينك بتوين تو نتورك، عشان اوصل تو نتورك مع بعض دايما بستخدم ايه بقى؟ بوينت تو بوينت ايه؟ ها؟ لاين، وده بيبقى في الوان، في شبكتين لان ربطتهم ببعض من خلال البوينت تو بوينت ايه؟ لاين. تمام. طب انواع اللاينز ديت بتكون ايه؟ ال تي واحد وتي اسفه ديت والفراكشنال تي واحد والتي ثلاثه والتي كام؟ أربعة. تمام كده؟ طيب من الآخر كده يا باشمهندسين، هو بيقول لي إن الخط اللي قدامي ده أهو، الخط ده أهو، اللينك ده أهو بيكون لا إما ديجيتال، بينقل الإشارة لا إما ديجيتال لا إما أنالوج. لو أنا هنقلها ديجيتال، لو نرجع للسلايد اللي فاتت هتفهموا قصدي بالظبط. كونكتيفيتي تشانل لا إما ديجيتال لا إما، قلت لكم سالفة ديجيتال مين؟ تي واحد. هو في الواقع تي واحد فراكشنال تي واحد تي تلاتة أربعة. خلاص؟ أما الأنالوج ليه طريقة تانية، سكة تانية، ويفز، راديو ويفز أو
ديول اب او ليزد لاي. خلاص. طيب التي بقى يبقى احنا كده ايه النوع ده بينقل ايه؟ بينقل الديجيتال. طب انا عايز اعرف دلوقتي التي واحد ده شكله ايه او مواصفاته ايه؟ حد يقرا لي كده اللي مكتوب. تي واحد از ا هاي سبيد كوميونيكيشن لاين، خط سريع جدا للتواصل. ذات كان هاندل، هاندل لمين بقى؟ ها ديجيتال ولا انالوج؟ ديجيتال كوميونيكيشن. اند مين بقى؟ ها انترنت اكسس فور ا توتال باندويث. بتوتال باندويث كام؟ كام؟ 1.544 ميجا بايت، اللي هو عباره عن ضرب كام في كام؟ ها 24 اتشانل في حجم الاتشانل الواحده بتنقل كام؟ 64 كيلو. بس لما اضربهم في بعض هيدوني قيمه كبيره، فهو قربها لايه؟ بواحده ثانيه اللي هي الايه؟ طب احنا عارفين ان الكيلو والميجا والكلام ده كله في الانترنت ب 1000 1024. التفصيله بتاعتها تحت ايه؟ قال لي الحسبه دي جت منين؟ ان التي واحد اصلا بيتكون من كام؟ وكل تشانل بتنقل قد ايه؟ 64 كيلو بت بير سكند. خلاص؟ تمام كده، يبقى دي السرعه بتاعتها في النقل اهي. تمام؟ عشان كده بدا يحسبها بالشكل اللي انا بقول لكم عليه، وهنا ده مثال بس قدامنا للسرعات. خلاص كده يا باشمهندسين؟ بس.